علشان نوصل للجودة في الشغل بتاعنا. احنا المنتج بتاعنا في الآخر هي constructions، منشآت يعني، أيا كان نوعها يعني. حتى الطريق نفسه هو يعتبر منشأ، طريق، سد، مدرسة، مبنى، infrastructure، بنية تحتية، أيا كان نوعه فهو في الأول وفي الآخر هو منشأ. فإحنا كمهندسين مدنيين أو مهندسين إنشائيين هدفنا إن إحنا نعمل منشآت. فإحنا المقرر ده هدفه إن إحنا نتعلم إزاي نقدر نعمل منشأ بطريقة جيدة، إزاي نتبع الأساليب السليمة طبقا للكودات والمواصفات القياسية اللي هي بتضمن لنا في الآخر إن إحنا نوصل لمنشأ إيه جيد يعني، وسليم وصحيح، مش محتاج ريبير يعني. المقرر دوت فيه أجزاء يعني، فيه أجزاء يعني أنت هناخدها مع دكتور سعيد وأجزاء معايا. الأجزاء اللي هتاخدها مع دكتور سعيد طبعا هو أكيد اتكلم معاكم فيها، لها علاقة بضبط جودة المواد اللي هي المفردات يعني. احنا عارفين ان احنا اي حاجه، اي منتج نهائي عشان يكون جيد لازم تكون المدخلات بتاعته جيده. احنا عاوزين نعمل اي حاجه يعني، اي منشأ يعني، المهندس الكويس لازم يبقى كويس في الاستراكشر وفي الكونكريت وفي الماتيريال وفي في جميع العلوم، عشان يبقى يعني لازم يبقى هكذا. المنشأ لازم برضو يكون ايه، في مفرداته كويس وفي صنعته كويس. فدكتور سعيد هيتكلم معاكم في المفردات، يعني ازاي مثلا نختار الماتيريال بطريقه جيده، وازاي نقدر نعمل لها يعني ايفالويشن، ازاي نقدر نعملها تقييم بطريقه سليمه، وازاي نقدر نقارن خواصها، وازاي نقدر نقارن خواصها بايه، بالكودات العالميه. انا هتكلم معاكم في بعض الاجزاء يعني، في بالتحديد ثلاث اجزاء يعني. هنتكلم معاكم في ضبط الجوده الاحصائي، هتكلم معاكم في ازاي نقدر نعمل ايفالويشن لمنشا قائم، ازاي نقدر نعمل يعني تقييم للمنشا القائم، ازاي نقدر احنا نقيمه من خلال الاختبارات الغير متلفه المتعدده، كل واحد منه بيبقى ليه غرض، وحسب الغرض بتاعه بنختار الاختبار المناسب. وهنعرف نتعلم ازاي نقدر احنا نختار الاختبار حسب الظروف يعني، حسب التشخيص المستهدف. والجزئية الثانية هنتعلم فيها ازاي نقدر احنا نعمل ضبط جودة بقى للمنشأ ككل يعني، وقت التنفيذ ازاي نقدر احنا من الخطوات بتاعة التنفيذ ان احنا نعملها بطريقة سليمة، ازاي نقدر نعمل يعني النجارة بطريقة سليمة، ازاي الحدادة بطريقة سليمة، ازاي نقدر نعمل ريفيو، ازاي نقدر احنا نراجع عليها بطريقة حرفية وطريقة سليمة. كل ده في الاول وفي الاخر بيصب في هدف واحد، الا وهو جوده الايه، المنشات نفسها اللي احنا بنعمل كونستراكشن، سواء كانت سوبر ستراكشرز منشات فوق الارض، او يعني سب ستراكشر منشات تحت الارض، انفاق او طرق او غيره يعني. فاحنا ان شاء الله هنبدا النهارده بالجزئيه السهله اللي هي ضبط الجوده الاحصائي، تمام. يعني مش عارف الدكتور سعيد بدأ معاكم بعد التعريفات ديت ولا احنا هنستعرضها بسرعة برضو طبقا لمتطلبات الكود المصري، تمام. الكود المصري اللي هو اخر اصدار ليه كان 2018، كان بيدينا بعض التعريفات لحاجة اسمها الكواليتي كنترول، كواليتي اشورنس، يعني الانتيريور انسبكشن اللي هو الفحص الداخلي والفحص الخارجي، المفتش الفني، في بعض التعريفات المفروض ان احنا نكون ملمين بيها. فأول تعريف عندنا النهاردة، الأول البرزنتيشن واضحة عندكم؟ أيوة دكتور. طيب تمام. الأول ضبط الجودة الكواليتي كنترول، ضبط الجودة اللي هو كواليتي كنترول دايما بيرمى الضوء بالكيو سي، كيو سي، تمام. الحقيقة أن طبعا ضبط الجودة وتأكيد الجودة يعني مصطلحين مهمين جدا في جميع الصناعات، يعني في جميع الصناعات. احنا لما حد فينا بيروح يشتري تلفزيون، يشتري ثلاجة، يشتري مش عارف ايه، هيلاقي مكتوب عليها كده كيو سي او كيو اي، تمام. ده معناه ان اداره ضبط الجوده قامت بفحص هذا الجهاز واجازته ان هو يطلع للسوق، تمام. ليه؟ لان اي صناعه في الدنيا بتبقى معرضه ان يبقى فيها عيوب، وعشان العيوب دي دايما في اداره لضبط الجوده. بس اداره ضبط الجوده مش هدفها الفحص النهائي للمنتج وتجيز هذا وترفض هذا، ولا ده يبقى يترتب عليه خساره كبيره جدا. انما هي لابد ان هي تدخل في الاساليب بتاع التصنيع واختيار الماتيريال،
بهدف ان احنا ناكد يعني ايه، يعني نعمل كواليتي اشورنس، ناكد الجوده، يعني ايه نتاكد تماما ان في الاخر المنتج بتاعنا دوت او الصناعه اللي احنا بنعملها ديت يعني ستوفي بالاشتراطات المطلوبه منها في النهايه، تمام. انما مش في الاخر خالص يبقى احنا دورنا في الاخر فحص وده كويس وده مش كويس، ده مقبول وده مرفوض، لا ده مش الدور بتاع الكواليتي كنترول، تمام. يبقى اول مصطلح عندنا هنتكلم فيه برضه باختصار تاني كده اللي هو الكواليتي كنترول. هو تعريف الجوده عباره عن ايه؟ طبقا لما ورد بالكود المصري تعريفها زي ما احنا شايفينه كده، انه اله انتاج وهو مجموعه من الاجراءات والاختبارات التي تتخذ للتاكد من مطابقه خواص المواد المكونه للخرسانه وطرق صناعتها للمواصفات القياسيه والاشتراطات المشروع، تمام. طبعا ده كده يعني ده النص اللي موجود في الكود، انما لو احنا حبينا بقى يعني نحتفظ بيه في ذهننا مش هنحفظه بهذا الشكل، انما نقدر نقول ان هو ايه اله انتاج، بمعنى كده ان هو متعلق بالنواحي الفنيه وكمان متعلق كمان بالاختبارات اللي هي لها علاقه بالخواص الفنيه بتاع المنتج. يعني يبقى هو ضبط الجوده بيستهدف عمل اختبارات على المواد لتعيين خواصها الفنيه، تمام. يبقى الكواليتي كنترول هو اله او يعني اسلوب من اساليب ضبط الجوده الفنيه للمواد اللي هي تتعلق باختباراتها ونتائجها وتقييمها بناء على الاشتراطات المطلوبه. يعني انا اروح اعمل اختبار تدرج حبيبي ده ضبط جوده، ان انا اقارن بقى النتائج بحدود المواصفات بتاعه المطلوبه ان التدرج دوت الرمل ده ناعم، الرمل ده متوسط، الرمل ده خشن، الرمل ده المقاس الاعتبار الاكبر بتاعه قد كده، ده كله ضبط جوده. ان انا اعمل اختبارات للاسمنت، ان انا اعمل اختبارات للميه، ان انا اعمل اختبارات للاضافات، ان انا اعمل اختبارات للحديد، ده كله ضبط جوده، تمام. طب لو انا بقى عاوز ان انا اقول والله ايه ده انا محتاج مثلا 10 طن حديد وعاوزين مثلا 50 طن اسمنت وعاوزين كذا وهنجيبهم بالاسلوب الفلاني، لا ده كده اجراءات اداريه، اجراءات ايه اداريه ملهاش علاقه بالنواحي الفنيه. انما اللي ليه علاقه بالنواحي الفنيه دايما اللي ليه علاقه بالنواحي الفنيه هو ايه، هو الخواص الفنيه والاختبارات، فده مرتبط ارتباط وثيق بالكواليتي كنترول كيو سي. طيب لو احنا اتكلمنا على المصطلح الثاني اللي هي كواليتي اشورنس، كواليتي اشورنس اللي هي ايه بقى؟ تاكيد الجوده، تاكيد الجوده، تمام. الكواليتي اشورنس بقى ده هي اداه اداره. طب هي ايه تعريفها طبقا للكود المصري؟ برده ده النص الموجود في الكود المصري، هي مجموعه التنظيمات والخطط والبرامج اللازمه والضروريه للتاكد من ان المنشا النهائي سيطابق الوظيفه المستهدفه وان جميع اعمال التنفيذ سوف تتم طبقا للمواصفات المطلوبه وتتبع كافه وثائق عقد العمل على ان يراعى تحقيق الرضا التام للمالك ومستخدم المنشا. الرضا التام للمالك ومستخدم المنشا اللي هو ده تعريف الجوده. الجوده مش ان حاجه يعني ايه يعني الجوده ان احنا يعني كده في الناس العامه يقول لك يعني ايه حاجه جيده، يعني هي كويسه. طب هي كويسه يعني ايه؟ الكويسه بقى في الجوده وفي الاعتمادات والكلام دوت ان هي ايه تحقق الرضا للمالك والمستخدم، ده الجيده. يعني احنا مثلا على سبيل المثال لو احنا رحنا في مجالنا احنا قلنا مثلا هي ايه الخرسانه الجيده، هي الخرسانه العاليه المقاومه ولا خفيفه الوزن ولا اللي فيها منطوليه عاليه وفيها متانه عاليه ولا اللي ما بتلوث البيئه ولا 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 الى اخره. يعني هنلاقي الكلام دوت ملوش اجابه محدده، انما الاجابه الكامله والمنطقيه فيه ان هي الخرسانه التي توفي باشتراطات المشروع وبدورها هي الخرسانه الجيده. يعني في بعض الاحيان نلاقي الخرسانه اللي هي بترشح ميه هي الاحسن لما نستخدمها كفلتر، يبقى هي دي الخرسانه الاحسن. تطبيقاتنا الانشائيه اللي هي في المباني العاديه الخرسانه اللي بترشح ميه مش كويسه. الخرسانه اللي بتضايق فيها مسامير في بعض الاحيان وتقبل ده المسامير بسهوله كويسه في بعض التطبيقات ومش كويسه لانها تبقى ضعيفه في بعض التطبيقات الاخرى وهكذا، تمام. فيبقى هنا بنتكلم على الجوده. هنا ما إيه الجوده؟ هي اللي بتحقق المواصفات بتاعه ايه المستخدم والمالك اللي هي ايه اللي هي بتحقق الرضا بتاعه. الرضا بقى مش الرضا اللي هي الايه المبني على اسس، مش مزاجي انا كده، مش ما ينفعش ان انا اقول ده انا مزاجي كده ده اللي هيرضيني، لا. الرضا هنا معناه ان هي اللي تتفق مع المنطق وتحقق مواصفات المالك والمستخدم من وجهه نظر الاداء. من وجهه نظر ايه الاداء؟ الاداء يعني ايه؟ يعني انا عاوز خرسانه تقاوم الحريق، يبقى لازم يعني ما ينفعش مثلا اقول ده في منشا ووتر ستراكشر منشا مائي مثلا وانا عاوزه يقاوم الحريق،
ده كلام مش منطقي، لان هو الحريق هنا مستبعد لان ده ميه، تمام. فهنا حتى الكلام الجوده اللي احنا بنتكلم عليها بتاع الرضا للمالك والمستخدم لا علاقه بالمنطق. طيب مش عاوزين نروح لبعيد ولا نتوه نفسنا تاني، هو ايه بقى الكلام اللي انت بتحبوه؟ يعني ايه التعريف بتاع الكواليتي اشورنس؟ هو ببساطه كده هو اداه اداره تتعلق بايه؟ بالبرامج والاساليب المتبعه علشان تحقق جوده المنتج النهائي، ببساطه كده يعني. يعني ان انا اعمل خطه مثلا لتنفيذ المشروع ده تاكيد جوده، اعمل خطه النهارده هنصب العاديه، بكره هنصب المسلحه، بعده هنعمل النجاره بتاع العمدان، بعده هنعمل الحداده بتاع العمدان، وهكذا تتابع الانشطه بهذا الشكل وترتيبها بهذا الشكل فيما يسمى بقى اللي هي الخريطه الزمنيه للمشروع او غيره. ده تاكيد جوده. ليه؟ لان انا كده باكد ان الاحداث ستحدث بشكل ايه؟ يعني متتابع وبشكل متسلسل. تمام؟ ان انا برضه ان انا اجيب ان انا اقول والله ده انا محتاج النهارده يعني الدليفري موضوع نقل الخرسانه او نقل الماتيريال او تشوينها او يعني جلبها للموقع بسيناريو محدد، ان انا مثلا كل اسبوع عاوز 50 طن اسمنت، خلاص اجيب 50 طن اسمنت، ان انا عاوزهم كل اسبوع او كل اسبوعين، ده جوده بس يكون بالمعدل اللي انا عاوزه بالفعل عشان ما يحصلش تكدس وتقادم الاسمنت وبالتالي يحصل له اكسباير. وكمان وانا بجيبه لازم اعمل اختبارات، يعني هنلاقي دلوقتي داخل جوه ضبط تاكيد الجوده، داخل ضبط الجوده احنا كده نقدر نستشف ان ضبط الجوده هي نفسها هي انكلودد في تاكيد الجوده. تمام؟ بس لما بنتكلم على ضبط الجوده لوحدها كده هي اللي تتعلق بالخواص الفنيه بتاع المواد والاختبارات بتاعتها. يعني اختبارات الخرسانه الطازجه ده بالدرجه الاولى هي ضبط جوده، انما هي انكلودد في تاكيد الجوده. تمام؟ طب ليه احنا بنفصل بينهم؟ لان ده يعني في ده ليه اتجاه في المعامله وده ليه اتجاه تاني في المعامله. تمام؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي مصطلحيه الكيو سي اند كيو اي، كيو سي اند كيو اي، ضبط الجوده وتاكيد الجوده، والمصطلح الثالث اللي عندنا اللي هو ما يسمى ضبط الجوده الداخلي. يعني ضبط الجوده الداخلي. يعني internal quality control. internal quality control. طيب احنا اتفقنا ان ضبط الجودة كده كمفهوم هو يتعلق بمجموعة الاختبارات التي تستهدف خواص المواد، تستهدف شكل ابتدائي الاسمنت، شكل نهائي الاسمنت، مفهوم الضغط للاسمنت، ثبات الحجم للاسمنت، الى اخره من الخواص اللي هي الايه الفنية بتاع المواد كلها. تمام؟ طب ايه يعني ايه ضبط الجودة الداخلي بقى؟ ضبط الجودة الداخلي معناه ان هو له علاقة بداخل الموقع. طب مين المسؤول عن داخل الموقع؟ المقاول. المقاول المسؤول بداخل الموقع. طيب المقاول بيعمل ايه؟ المقاول لابد ان يكون عنده حد مفوض بما يسمى ضبط الجوده الداخلي، يعني ان هو يعمل بقى ايه؟ تحقق دايما من خواص المواد اللي هو بيستخدمها. طبعا هو المقاول في الاول وفي الاخر بيروح يجيب ماتيريال، بيروح يشتري مواد، اذا كان بيشتري خرسانه جاهزه او بيشتري المفردات بتاعتها ويروح يعمل خرسانه في الموقع. باي حاله من الاحوال، باي حال من الاحوال ديت او من الحالات ديت لابد ان هو يعمل ايه؟ بيعمل ضبط جوده. طب بيعملها ازاي؟ هل يروح يجيب الرمل يحطه في الموقع وبعد كده يختبره وبعد كده يطلع مش مطابق وبعد كده نشيله؟ لا، ما بيحصلش الكلام ده. بيروح يعتمد مصدر، بيروح يعتمد مصدر. تمام؟ وهو بيعتمد المصدر ده بيروح يقول له والله احنا هناخد من عندك اسمنت المصريه، الاسمنت مثلا احنا هناخد من عندك اسمنت، فاحنا عاوزين شفاره نعمل عليها اختبارات. والله يروح يلجا الاستشاري، انت هتقبل النتائج بتاعت انا معمل في الاختبارات، انا هقبل النتائج مثلا بتاع مثلا المعمل في احدى كليات الهندسه او المركز القومي للبحوث. خلاص تتورد تاخد العينه بشكل معين في سامبلنج، في اسلوب لاخذ العينه، ثم تورد ل طبعا في وجود الاستشاري، ثم تورد للمعمل برضو تحت اشراف الاستشاري او والمقاول، وبعد كده يتم اعتماد، يعني بعد ما النتائج تطلع خلاص احنا خدناها وتاكدنا ان دي من المصدر دوت وطلعت سليمه والنتائج طلعت، النتائج طلعت كويسه، خلاص احنا هنعتمد هذا المصدر، يقوم الاستشاري بالموافقه على اعتماد هذا المصدر لتوريد الاسمنت. هكذا بقى في الايه؟ في الرمل، في الدكان الكبير، في الميه، في الكيميكالز، في المواد الكيماويه، في الحديد، في الطوب، في البلاسترنج وورك، في شغل المحاره، في شغل التشطيبات، ايا كان. تمام؟ طيب ده في الاعتماد. انما بقى جت المواد، هل احنا بقى الاعتماد ده يكفي بقى ان احنا نعتمد نقول والله خلاص احنا هنجيب الاسمنت من كذا او الحديد من مصنع
مصنع عز والكلام ده، لا الكود ده بحدد لنا ان مثلا كل 50 طن حديد لازم يتعمل عليهم اختبار وهكذا. طيب هل احنا دايما بنستنى يعني المقاول كده بيستنى ان الاستشاري يقول له اعمل اختبار؟ هو ده الحقيقه اللي بيحصل كده يعني. انما الشركات الكبرى بيبقى فيها مؤسسه داخليه اسمها مؤسسه ضبط الجوده، اللي هي بتقوم بتعمل ضبط جوده لصالح الشركه نفسها، لصالح المقاول نفسه. ليه؟ علشان يضمن دايما ان المنتج النهائي بتاعه يبقى كويس، يبقى هو ليه اسمه في السوق، يبقى ليه يعني هو ليه سي في في السوق، عشان لما اروح يقدم المشروع تاني لا اقول ده انا عملت المشروع الفلاني بطريقه كويسه، عملت المشروع الفلاني وهكذا. اللي ياكد الكلام ده اداره ضبط الجوده الداخليه اللي عنده. فاداره ضبط الجوده الداخليه اللي عنده هي اداره بتبقى موجوده تحت يعني تحت الايه، تحت مدير المشروع. علاقتها بس المراقبه وضبط الجوده، يعني هي دايما بيبقى الشركه هدفها ان هي تعمل منتج كبير وكميته كبيره عشان تكسب فلوس كتير. انما اداره ضبط الجوده الداخليه لا بتعمل كنترول على الكلام دوت، لا اعملوا الشغل كتير وكل حاجه بس بجوده عاليه. طب بتعمل ايه بقى؟ بتقوم بصفه دوريه بقى بصفه مستمره تعمل اختبارات على المواد، على الرمل وعلى الاوتام الكبير وعلى الاسمنت وعلى الماء وعلى الحديد وعلى الطوب وعلى ولا كل الماتيريال المستخدمه تعمل اختبارات يعني ايه بصفه دوريه طبقا لمتطلبات الكود. احنا بعد شويه هنشوف كده ان الكود بيحدد لنا نعمل اختبار مثلا تدرج الحبيبي كل قد ايه، اختبار مثلا مقاومه تهشيم للركام الكبير كل قد ايه، مقاومه الاسمنت للضغط كل قد ايه وهكذا. تمام. الخلاصه هنا نقدر نلخص الكلام ده في كلمتين، ان اداره الجوده الداخلي ده من اختصاصات المقاول، يعني من اللي بيقوم بيه مهندس تابع للمقاول. تمام. هدفه ايه؟ انه يعمل ضبط جوده ويأكد جوده الايه العمل هذه الشركه المؤسسه اللي هو بيعمل فيه. تمام. وهو هنا ليه علاقه تعاقديه وليه علاقه ماليه بالشركه، ليه؟ لان هو بياخد مرتبه من هذه الشركه، انما هو بيساعد الشركه في تحقيق الجوده. ليه؟ عشان المرحله الثانيه بقى اللي هي ما يسمى ضبط الجوده الخارجي. عشان ايه؟ عشان لما يجي بقى يدخل الامتحان في المرحله التاليه اللي هي ضبط الجوده الخارجي ويروح للاستشاري يكون هو تمام، يكون هو وضعه تمام. المصطلح الرابع اللي عندنا النهارده اللي هو الاكسترنال كواليتي كنترول، يعني ايه؟ ضبط الجوده خارجيا. ضبط الجوده خارجيا، فمن الذي يقوم بضبط الجوده الخارجي؟ اللي اذا يقوم بضبط الجوده الخارجي هو يعني هو الاستشاري، ببساطه هو الاستشاري. الاستشاري ده كيان ممكن يبقى مكتب، يبقى فيه مهندس بتاع انشاءات ومهندس بتاع تشطيبات وفي مهندس بتاع ضبط جوده وفي مهندس بتاع الكتروميكانيكال وورك يعني وهكذا يعني. انما الاستشاري ده كيان. تمام. فاللي بيقوم بضبط الجوده الخارجي هو الاستشاري. يعني ايه الاستشاري ده؟ لا تربطه اي صفه تعاقديه مع المقاول، وهو يعتبر ممثل المالك. هو ممثل المالك او اللي هو بينوب عن المالك. ليه؟ لان المالك ده ممكن يكون يعني هو ممكن في الغالب ما يبقاش متخصص في الهندسه، انما راجل بيعمل مستشفى، طبيب بيعمل مستشفى، فيروح يجيب مهندس، المهندس ده او مكتب استشاري يقول له والله تعالى اعمل لي الايه المشروع ده. يبقى هو هنا كده اصبح الاستشاري هو مندوب المالك، لان المالك هنا ما يعرفش حاجه في الهندسه. حتى اذا كان يعرف فهو في الغالب بيبقى ايه بيجي الايه المالك دوت بيعين استشاري للمشروع، بيحط له مواصفات المشروع وتصميم المشروع والى اخره، وبعد كده يعمل متابعه لعمليه تنفيذ المشروع بهدف ان هو في الاخر يطلع المشروع يؤدي وظيفته بطريقه سليمه والمده كبيره، يعني يدخل في موضوع المعماريه والديورابيلتي. تمام. طيب تاني نقدر نقول والله ضبط الجوده الخارجي مين اللي بيقوم بيه؟ اللي هو بيبقى ناس متخصصون في ضبط الجوده ولكنهم تابعون للايه؟ للاستشاري، وما فيش اي علاقه تعاقديه بينهم وبين الايه وبين المقاول. ليه؟ لان هم لو لهم علاقه تعاقديه هيكون رايهم ما هوش سليم، يعني مش هيبقى سليم، مش هيبقى فير، يعني هيبقى في تضارب مصالح. طب مهمتهم ايه بقى؟ مهمتهم ان هم يعملوا اختبارات على المواد بطريقه يعني ايه يعني مجدوله وغير مجدوله. يعني ايه غير مجدوله؟ يعني يجي في اي وقت كده يجي الموقع يلاقي مثلا ايه في كومه رمل، في اسمنت، في مش عارف كده، ياخد عينات من هذه العينات ويروح يعمل اختبارات هو بمعرفته، بعيد عن ايه؟ بعيد عن المقاول. تمام. فهنا بنقول عليه ضبط الجوده الخارجي. خارجي ليه بقى؟ لان هو تم بعيد عن اداره المشروع نفسها او عن الشركه القائمه بتنفيذ المشروع نفسه.
طيب يبقى احنا اتكلمنا كده على الكيو سي اللي هو ضبط الجوده، الكيو اي اللي هو تاكيد الجوده، ثم ضبط الجوده الداخلي، ثم ضبط الجوده الخارجي. خد بالكم هنا ببساطه كده، انا اجي اقول لك والله فرق يعني حدد العناصر التاليه التي تخضع لايه؟ لاعمال ضبط الجوده، يعني اللي لها علاقه بضبط الجوده. يعني مثلا ايه؟ تحديد تدفق كميات الاسمنت للموقع، ده اللي له علاقه بضبط الجوده؟ لا، دي تاكيد جوده. طيب قياس زمن الشك الابتدائي للاسمنت، ده له علاقه بالاثنين بس هي لها علاقه مباشره بضبط الجوده. طيب تحديد كميه يعني حجم العماله المطلوبه في نشاط زي البلاسترنج زي المحاره مثلا، ده ليه علاقه بتاكيد الجوده لانه مش اختبارات فنيه للمواد. فهذه الاسئله بتكون بهذا الشكل في هذا مسمى، مثلا ضبط الجوده بيعمل ايه وتاكيد الجوده بيعمل ايه، لا ابلكيشن على التعريف نفسه. معايا يا باشمهندسين؟ مع حضرتك. طيب تمام. لو احنا اخذنا بقى دور الجوده بقى خلال عمر المشروع، الجوده بتعمل ايه في خلال المشروع؟ هل الجوده ديت مطلوبه في مرحله التصميم ولا مرحله التنفيذ ولا مرحله التشغيل ولا مرحله الاستخدام ولا مرحله ما بعد التشغيل؟ لا، هي دور الجوده نفسها مطلوبه في جميع مراحل وجميع عمر المشروع. تمام. فلو بصينا كده الجدول دوت، هو ده متاخد من الكود المصري، كود المصري من شابتر 8، من شابتر رقم 8 هنلاقي الجدول ده موجود فيه، وفي شابتر خاص بضبط الجوده في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانيه المسلحه. تمام. فنجد ايه؟ هنلاقي ان الجدول دوت في اول كولم، اول عمود كده دوت مراحل المشروع، وتاني عمود المتطلبات. تمام. المتطلبات بتاع الايه؟ بتاع المرحله دي، ثم المسؤول عن نظام الجوده، المسؤول في المرحله دي عن نظام الجوده، وملاحظات لها علاقه بقى بما يحدث في هذه المرحله. هنلاقي ايه؟ هنلاقي في مراحل المشروع هنلاقي عندنا فكره المشروع ودراسات الجدوى. مع المشروع ما بيجيش كده دوت، مش حد بينام ويقوم يقول ده انا اعمل مشروع، لا، ده لازم يكون المشروع دوت مبني على دراسه جدوى. يعني عاوزين نعمل كوبري، عاوزين نعمل مستشفى، عاوزين نعمل جامعه، عاوزين نعمل مدرسه، عاوزين نعمل عماره، برج سكني الى اخره. يعني لازم يكون مبني على دراسات الجدول. دراسه الجدول بيعملها الاستشاري لصالح المالك. تمام. طيب هي الجوده هنا فين بقى؟ ما احنا قلنا ان في حاجه اسمها ضبط جوده داخلي وضبط جوده خارجي، وقلنا ان في ضبط جوده موجوده من بدايه فكره المشروع. المتطلبات في الوقت دوت التركيز على الجوده، تعريف الجوده المستهدفه. يعني الجوده المستهدفه هنا انا عاوز مستشفى. طيب المستشفى دي هتعالج ايه؟ امراض. يعني هنا بقى يفضل ان المستشفى تكون في المكان ده اللي فيه الامراض متوطنه في هذا المجال. ماشي. يعني مثلا هنعمل مثلا عاوزين نعمل مثلا معهد لتعليم النسيج مثلا، فور اكزامبل. يعني هنعمله في اي حته؟ طبعا لما نقول كده احنا مثلا احنا محافظه غربيه، يبقى انسب مكان ليه يتعمل في المحله. ليه في المحله؟ لان صناعه النسيج متوطنه في المحله. عاوزين نعمل مثلا معهد لتعليم مثلا فنون الموبيليا مثلا، يعني فور اكزامبل، يعني يقول والله ده الموبيليا موجوده في دمياط، فاحسن حاجه مثلا جامع دمياط مثلا، او تعمل معهد خاص بهذه الصناعه هناك عشان يخدم اللي جنبها، وهكذا. تمام. ده جزء من دراسات الجدوى. يعني دراسات الجدوى طبعا يعني علم منفصل وعلم كبير، انما احنا في دورنا هنا ان احنا نقول ان الجوده كمان مطلوبه في فكره المشروع من البدايه خالص، ومش فكرته كمان، ده كمان المرحله الثانيه زي ما انتم شايفين كده قدامنا كده، التصميم ديزاين. طب يعني ايه التصميم؟ طبعا احنا كلنا عارفين اول ما نقول التصميم كلنا هيروح ذهننا للخرسانه المسلحه. لا طبعا التصميم ما هوش خرسانه مسلحه، احنا ممكن بالنسبه لنا احنا هنهتم اكثر بالخرسانه المسلحه، انما التصميم من ناحيه التصميم المعماري. تمام. واذا كان في تخطيط، يعني تخطيط عمراني يسبق التصميم نفسه. التصميم المعماري هنا معناه ايه؟ مثلا لو مستشفى يبقى لازم مثلا يعني توفي بالاشتراطات المطلوبه، مثلا غرفه العمليات تبقى موجوده في دور معين، في يعني في طريقه للوصول لها باسانسير، في يعني ترولي بشكل سليم، جنب غرفه العمليات دي بيبقى في غرفه افاقه، وغرفه مش عارف ايه، وغرفه ايه، وغرفه ايه، في ريكويرمنتس للتصميم، في متطلبات كامله للتصميم. تمام. لو بنتكلم مثلا على فصول دراسيه يبقى لها توجيه معين عشان الاضاءه، وعشان الطالب يبقى يعني مستريح وهو شغال، ولازم يبقى الضوضاء يبقى شكلها ايه،
والاضاءه على ايده الشمال ولا ايده اليمين والسبوره فين او البروجيكتور فين او الى اخره يعني. تمام. فده كلها متطلبات في الديزاين، بالاضافه بقى للمتطلبات بتاعتنا احنا، ان التصميم بتاعنا الاستاتيكال سيستم شكله ايه، هل احنا هنعمل فريمز ولا كولم يعني سلاب كولم يعني سيستم، هنعمل افلاس سلاب، هنعمل بانل بيمز، هنعمل هولو بلوك سلاب، هنعمل يعني ارش جيردر، هنعمل ديزاين شكله ايه. وده طبعا هو مختلف ومتنوع باختلاف المنشا وطبيعته ووظيفته. عاوزين مثلا مصنع يبقى مش عاوزين سبورتس في النص، عاوزين مثلا باركينج يبقى يفضل ان السبورتس تكون اقل ما يمكن عشان المناورات والحركه والى اخره، وهكذا يعني. تمام. فده كلها متطلبات اسمها متطلبات التصميم. تمام. ولكل في مجاله، تصميم معماري، تصميم الكهربي، تصميم الميكانيكي، تصميم الاعمال اللي هي تكميليه، تصميم انشائي الى اخره. طيب المرحله الثالثه اللي هي التخطيط للتنفيذ، بلاننج فور كونستراكشن، يعني المرحله بقى الثالثه بعد الايه، بعد ما خلصنا بقى فكره المشروع موجوده وتم تحديد مواصفات البنود والتصميم بقى موجود، هنخطط بقى للتنفيذ. ده برده مرحله مطلوب فيها ايه، مطلوب فيها ضبط جوده. الجوده هنا هتركز على بعض العناصر يعني. تمام. في الاخر خالص هي زي ما احنا شايفين كده، الجوده هدفها ايه، هدفها انها تحقق رضا المالك والمستخدم بتاع الايه، المشروع نفسه. المرحله الرابعه اعتماد مصادر المواد، اعتماد مصادر المواد. يجي هنا بقى دور الايه، اللي هو المفتش الداخلي والخارجي، اعتماد مصادر المواد ده، التاكد طبعا من صلاحيه مصادر المواد ومطابقتها للمواصفات القياسيه للمشروع. تمام. بيقوم بيه مين بقى، المالك، باعتماد دليل جوده المعمل او المعامل المعتمده للمشروع. تمام. يعني المالك هنا اللي هو يعني بينوب عنه دايما، المالك هنا بينوب عنه الاستشاري. تمام. الاستشاري هو اللي بيكون مفوض من جهه المالك. يعني مثلا نلاقي مثلا جامعه طنطا مثلا هي الاستشاري بتاع كذا، بتاع يعني مثلا المباني التعليميه مثلا يعني، يبقى هي مثلا المباني التعليميه لما تيجي تورد وردوا مثلا حديد من كذا او حديد كذا او حديد يوفر بالشرطات كذا او ركام كبير شكله كذا او 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 الى اخره يعني. طيب المرحله الخامسه اللي هو التنفيذ بقى، وثم التسليم ثم الاستخدام. دي كلها مراحل، مراحل ايه يعني، انشاء او تنفيذ المشروع. اللي بنركز عليه هنا ان الجوده مطلوبه في جميع هذه المراحل، في جميع هذه المراحل. في التنفيذ طبعا انتاج وجوده الايه، الانتاج والجوده، الانتاج والجوده اللي احنا بقى ايه يعني نراجع مثلا النجاره تبقى مظبوطه، الحداده تبقى مظبوطه بالنسبه في مجالنا يعني، العملية خطة الصب نفسها تبقى مظبوطة، هنصب امتى، الساعة كام، ودرجة الحرارة تبقى كام، ودرجة القرصنة تبقى كام، يعني ساعات العمل تبدأ من امتى وتنتهي امتى، وظروف الوقفة هتبقى فين والى اخره، تفاصيل كثيرة جدا لا علاقة بالايه، بالتنفيذ. تمام. ده كل اللي احنا شايفينه ده بيتعمل فيما يسمى حاجة كده زي دليل الجودة للايه، للمشروع. دليل الجودة، دليل الجودة ده بيعمله مين؟ بيعمله الايه، المقاول طبعا، وبيعتمدوا الاستشاري او بيعملوا الاستشاري يعني. كمان في مرحله الدليفري اللي هو التسليم، تسليم بقى، تسليم المشروع من المقاول للايه، للمالك. تمام. فبرضه الجوده مطلوبه هنا، تحقق بقى من الجوده اللي هي الايه، ان كل المستندات كانت مطلوبه، ان في تقرير لاختبارات المكعبات، في تقرير لاختبارات الاسمنت، في تقرير لاختبارات الخرسانه، في تقرير لاختبارات السيراميك، في تقرير في التسليم، ان كل المستندات تمت طبقا للمواصفات القياسيه. وكمان ما يعزز هذه المواصفات او الخواص من خلال الاختبارات اللي هي تمت. كمان الاستخدام، يعني مش بعد التسليم بس الجوده بينتهي زي ما هو بيحصل في معظم المنشات في مصر، ان هو خلاص المنشا بقى موجود فبنتعامل معاه لانه جماد، انما هو في الواقع لا، ده هو محتاج صيانه. يعني المنشأ زيه زي السيارة، زي أي معدة، هو محتاج في الأول وفي الآخر إيه؟ صيانة بعد الإيه؟ بعد التسليم وأثناء الاستخدام. يعني محتاج مثلا فحص كل شوية، هل حصل في شروخ؟ ما حصلش فيه شروخ؟ هل مثلا في نشاط للصدى؟ ما فيش نشاط للصدى؟ لأن هو الفحص دوت بيمكننا إن إحنا يعني نوقف الدايرة بتاعة التدهور بتاع المنشأ. لو في شروخ نقدر نعمل كنترول عليه، ناخد أكشن، في تدهور في حاجة معينة نقدر إيه؟ نوقفها.
لو في صدى نقدر نوقف، في اساليب لوقف الصدى او التقليل من معدله يعني. تمام، يبقى الخلاصه هنا من الشريحتين اللي عدوا دولت نقدر نقول ايه، ان الجوده لها دور خلال عمر المشروع. انا ممكن اسالك ببساطه خالص كده، ان الجوده تدخل في تسليم المنشأ، تسليم النهائي للمنشأ، صح ولا غلط؟ اكيد صح. ليه؟ لان التسليم نفسه داخل ضمن مجال يعني دور الجوده في عمر المشروع. طيب الاستخدام نفسه، الجوده لها دور. مش سامع حد عاوز يسال؟ حد واضح فيه ان في صدى صوت لي عندك؟ هو حد كان فاتح المايك بس يا دكتور، خلاص هو قفله. طيب تمام، هو كده لغايه دلوقتي واضح يا باشمهندسين الفكره اللي انا عاوز اوضحها؟ احنا لغايه دلوقتي ما قلناش حاجه، قلنا ضبط الجوده وتاكيد الجوده وضبط الجوده الداخلي وضبط الجوده الخارجي، وقلنا دور الجوده في خلال عمر المشروع. في حد ليه اسئله يعني في الجزئيه ديت؟ والموضوع واضح تماما يعني. طيب العنوان التالي عندنا التفتيش الفني. تمام، التفتيش الفني يعني هو ديت يعني ايه، بيبقى فيه تفتيش فني داخلي وفيه تفتيش فني خارجي. تمام، التفتيش الفني في اي حاله من الاحوال بيغطي ايه؟ بيغطي المواد المكونه للخرسانه. بالنسبه لنا بقى احنا هنركز على ما يخصنا احنا كمهندسين مدني. تمام، هو يغطي ايه؟ المواد المكونه للخرسانه ومصادرها واختباراتها، موقع العمل وتشوينات ومعدات والفرم الى اخره، تصميم الخلاطات الخرسانيه ونسب مكوناتها والتحكم فيها واعتمادها واختبارها، يغطي كمان العوامل الخارجيه وظروف التشغيل، يغطي الجهاز الفني اللازم لتشغيل المشروع. يعني ايه بقى الجهاز الفني؟ الجهاز الفني اللي هو مثلا المهندسين مدير المشروع مثلا، ايه خبراته؟ ايه المؤهلات بتاعته؟ ايه الدورات؟ وايه الاعمال اللي هو سبق ان هو قام بيها عشان ينفع يبقى مدير مشروع؟ دايما كده لما بنيجي نسمع عن مناقصه دايما بيبقى فيها حاجه ما يسمى العطاء الفني والعطاء المالي. العطاء الفني والعطاء المالي، العطاء الفني له علاقه بالنواحي الفنيه بس، ان الشركه دي عملت مشروع مثلا بقيمته مثلا 50 مليون قبل كده، وهي داخله على مشروع مثلا قيمته 40 مليون، فخلاص يبقى هو ايه، لا سابق معرفه ولا لا سابق قدره بتنفيذ المشاريع اللي المشابهه. ده المهندسين اللي فيها، المهندس دوت يعني هو خريج مثلا كليه الهندسه جامعه كذا بتقدير كذا، وبقاله مثلا 10 سنين 20 سنه شغال في السوق، وسبق ان هو كان مدير المشروع اسمه كذا وكذا وكذا. دي اسمها ايه؟ اسمها يعني فحص الجهاز الفني اللي هو القائم بتشغيل الموقع، والفنيين شكلهم ايه، والمهندسين ومهندس كهرباء ومهندس ميكانيكا ومهندس تكييف الى اخره من المواصفات الاجماليه. فدي كلها عناوين تحتها كلام كتير جدا. تمام، انما ده المجال الدومين النطاق يعني اللي بغطيه التفتيش الفني. تمام، التفتيش الفني القائم بالتفتيش الفني عندنا المفتش الفني الخارجي اللي هو طبعا من طرف المقاول، وده الاهم، من طرف المالك وده الاهم اللي هو الاستشاري يعني. المفتش الفني الداخلي ده اللي بيفتش بقى، اللي هو يعني بيعمل دعم للشركه نفسها يعني، بيعملها دعم داخلي. التفتيش الفني على المواد بقى اللي هو مراحل التفتيش الفني، تفتيش خارج الموقع، التفتيش الابتدائي. التفتيش خارج الموقع يعني ايه؟ يعني احنا نروح نجيب سيراميك مثلا من شركه جوهره، يبقى نروح نعمل معاينه للمصنع ونشوف العينات والانتاج بتاعه الى اخره، عاوزين نجيب مثلا كذا يعني. لما يبقى فيه منتجات خاصه ممكن نروح بقى نعمل اعتماد للمصدر نفسه، اعتماد لايه؟ للمصدر التوريد. عاوزين نجيب خرسانه جاهزه من اي شركه خرسانه بتبيع خرسانه، يبقى نروح نعمل زياره ونروح نعتمد هذا المصدر. ده هو بيشون المواد بطريقه سليمه، ده هم بيعملوا اختبارات للمواد بطريقه سليمه، ده هو الموازين بتاعتهم متعايره بتاع المحطه، والمحطه بتنتج كميه محدده في الساعه، وعندهم عربيات قد كذا، وعندهم فنيين شكلهم كذا والى اخره، وبالتالي اضمن انا هذا المصدر واعتمده كمورد للخرسانه في هذا المصدر، الى ان يثبت العكس. طبعا اعتماد المصدر لا يغني يعني ولا ينفي موضوع الاختبارات التاليه. يعني اعتماد المصدر ده مش اعتماد نهائي كده ويبقى هو ده بقى الايه الاستامب بتاع الاعتماد وخلاص انتهى الموضوع، لا، ده هو بيبقى فيه اختبارات دوريه اخرى، وبرده بطريقه يعني مجدوله وغير مجدوله، فجائيه يعني وبطريقه مرتبه. المرتبه بتبقى معروف ان انا مثلا كل اسبوعين بعمل اختبار، كل اسبوع بعمل اختبار، كل يوم يعني كل صبه بعمل اختبار. الغير مجدوله بصراحه عشوائيه، انا مش متوقع تيجي امتى. يعني هدفها التفتيش، هدفها ايه؟
هدفها ان احنا يعني نتحقق من ان الجوده مستمره بشكلها بدون اعداد. يعني مثلا احنا نلاقي مثلا ان مسؤول كبير رايح النهارده يزور حته فلانيه، اللي هم بقى ايه بينظفوا الشوارع ويحطوا زرع ومش عارف ايه الى اخره كده، ده زياره مش دي زياره مجدوله يعني مترتبه، وبالتالي في اعداد هنا عشان اللي يجي يبص يلاقي الحاجه كويسه. انما النهارده اقول لك دوت يعني في اي وقت يقول لك ده المسؤول ده بيزور المكان ده النهارده، وهو مش جاي بصوره مفاجئه، بدي زياره غير مجدوله، وهي ده هدفها ان تشوف الحاجه يعني بدون ايه بدون يعني غش يعني على الحقيقه. يعني عندنا التفتيش الابتدائي اللي هو بيبدا في بدايه اعتماد المواد، دي التفتيش الابتدائي. ثم التفتيش الفني الدوري اللي هو بيحصل ايه بشكل دوري، يعني ايه احنا هنجيب حديد من مصنع العز في البدايه خلاص بنعمل تفتيش ابتدائي ان احنا نعتمد هذا المصدر. التفتيش الدوري بقى كل 50 طن بيوردوا بنعمل عليهم اختبار وهكذا، يعني ده اسمه التفتيش الدوري. هكذا ينطبق بقى على ايه، ينطبق على جميع المفردات بتاع ايه مكونات الخرسانه وغيرها من الحاجات اللي داخله في الكونستراكشن. طبعا في اختبارات اضافيه للتفتيش الفني، اختبارات ديت بتبقى اختبارات اضافيه، اختبارات خاصه. يعني اختبارات خاصه لان اختبارات مثلا يعني ممكن نقول ايه، يعني مثلا احنا عاوزين نشوف المحاره ماسكه ازاي مع الطوب، استخدمنا طوب مثلا طوب خفيف وشكل ان المحاره مش هتمسك فيه كويس، ساعتها انا ليا الحق ان انا اطلب اختبار اضافي هنا ان انا اجيب البوند سترينس او مقاومه الترابط ما بين المونه ديت والطوب مثلا على سبيل المثال. انا مثلا عاوز اجيب حديد ما يصديش جوه الخرسانه، فاجيب حديد واعمل له كوتنج، اعمل له مثلا دهان مثلا بكيما بوكس 131 او غيره واحطه جوه الخرسانه عشان احميه من الصدى، لان ظروف الصدى صعبه وانا عاوز امنه، يبقى ديت عاوز اختبارات للصدى. تمام، وهكذا. يعني الاختبارات الاضافيه كمان التفتيش الفني وارده حسب رؤيه الايه الاستشاري. الاستشاري هنا هو اللي هيحدد الاختبارات الاضافيه، وده كل ده موجود اول فيما يسمى مواصفات التعاقد او بنود التعاقد، موجود فيه منصوص عليها مثلا ايه يعني تبع للاستشاري الحق في طلب اختبارات اضافيه تتعلق بها كذا 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 الى اخره. ده فين؟ في شروط التعاقد من البدايه خالص. تمام، طبعا اعتماد مواد الخرسانه بيبدا اعتماد المصدر، ثم قبول على اساس شهاده منتج في ده كلها مصطلحات. القبول على اساس شهاده منتج في بعض المواد زي مثلا الاضافات الكيميائيه، ممكن انت ليك الحق كمهندس انك تقبل هذا المنتج يعني على اساس شهاده المنتج يبقى ليه سمعه طيبه وهو بيعمل اختبارات عنده في المصنع بتاعه، اختبارات ادائيه، فانت ممكن تقبل الاختبار المنتج ده على اساس الشهادات دي. تمام، انما ده ما يعنيش انك انت ممنوع انك تعمل عليها اختبارات، ما ينفيش انك تعمل عليها اختبارات اخرى. تمام، انما رفض المواد دايما بيكون اذا المواد ديت لم تحقق المواصفات المطلوبه بيحدث رفض لهذه المواد. تمام، انما يعني اذا جبنا حديد مثلا وحصل ان هو تم اختباره في الشد ولم يحقق المواصفات المطلوبه، ايه الاجراء السليم؟ ان هو بيعاد اختبار ايه، بيعاد اختبار عينات اخرى من الحديد ده هو الثاني علشان نتحقق. يعني بيبقى فيه زي ملحق كده يعني الاختبار، بس في الوقت دوت في يعني ايه في اشتراطات توضيحيه هتبقى مع الدكتور سعيد ديت ان اعمل كام عينه، لان هو في الوقت دوت لازم تعمل عينتين تانيين مش عينه واحده. تمام، اذا رفض اذا حصل ان العينه الاولى ديت لم توفق يعني ما حققش المطلوب لازم تعمل عينتين تانيين عشان تحقق الايه تتحقق ان هي تنفع. يعني دي تاني اللي هي التفتيش الفني. مراحل ضبط الجوده بقى اللي هي اللي هي المراقبه وضبط الجوده بقى، الاسمنت والركام وصلب التسليح والاضافات والمياه، وده لها معدلات برضه تاخدها مع دكتور سعيد بشكل موضح اكثر. دي الاختبارات الدوريه برضه هتاخدها مع دكتور سعيد بشكل موضح اكثر. تمام، اللي هي الخلطه التجريبيه التاكيديه تعمل امتى، واختبار الهبوط تعمل امتى، معدله ايه يعني. تمام، هو طبعا ده كلها معدلات، دي كلها حاجات في الكود المصري ثابته. يعني ايه يعني عندنا مثلا هي ده الاختبار، عندنا اول عمود اهوت عنوانه الاختبار، ثاني عمود طريقه اجراء الاختبار، يعني ايه هنعمله ازاي يعني بأنهي مواصفه. يعني خدوا بالكم اي اختبار بيجرى
لابد ان هو يجرى طبقا للمواصفه. طب لماذا لابد ان هو يجرى طبقا للمواصفه؟ لابد ان هو يجرى للمواصفه لان المواصفه هي بتحدد اساليب الاختبار، واسلوب الاختبار يؤثر في النتيجه. علشان كده دايما في هناك مواصفات قياسيه لعمل الاختبارات، يعني في مثلا مواصفه قياسيه لعمل اختبار تعيين مقاومه الضغط للمكعبات اللي احنا حافظينه كلنا، هو ان احنا بناخد مكعب 15 في 15 في 15 وبنختبره في اتجاه عمودي على الصب بمعدل تحميل معين، وبنشوف الكسر شكله ايه، وبناخد الحمل نقسمه على كذا. ده كل الكلام ده طبقا للمواصفه، يعني ما هوش من دماغ كده يعني، تمام؟ طبقا للمواصفه. لو اختلفت المواصفه ديت، يعني لو احنا اخذنا مكعب 10 في 10 اختلفت النتيجه، عشان كده لها معاملات تصحيح ولها اجراءات اخرى. لو اختبرنا بمعدل سريع شويه النتيجه هتختلف، لو اختبرنا العينه وهي جافه النتيجه هتختلف. فهناك في مواصفات معينه لابد ان يجرى بها الاختبار، تمام؟ طيب عندنا العمود الثالث فيه تكرار الاختبار حد ادنى، تكراريه الاختبار يعني اعمل الاختبار ده كل قد ايه؟ هلاقي مثلا الخلطه التاكيديه بتعمل امتى؟ يعني الحد الادنى ان قبل التوريد لكل موقع ولكل رتبه، تمام؟ لكل رتبه خلطه تاكيديه اللي هي الخلطه اللي بنعملها، الخلطه التصميميه اللي هي تجربه اللي بنعملها خلطه تصميميه، تمام؟ الخلطه التصميميه اللي بنعمل فيها الخلطه اللي فيها قد ايه اسمنت وقد ايه رمل وقد ايه ميه وقد ايه زلط وقد ايه اضافه عشان تحقق المقاومه المطلوبه والتشغيل المطلوب والمعمريه المطلوب، تمام؟ طب احنا عملناها اهو، ما ينفعش ان انا اروح اشتغل بقى في الموقع على طول، لازم اروح اعمل حاجه اسمها خلطه تجريبيه. تجريبيه يعني ايه؟ انا اعمل نفس الخلطه ديت بالناس اللي موجوده في الموقع، المهندسين والمعدات والى اخره، لان النتيجه هتختلف بناء على يعني كفاءه هؤلاء الناس والمعدات. فعاوزين نتاكد ان هي تنفع اللي احنا عملناه في المصنع في المعمل ديت تنفع تتعمل في الموقع، فبنروح نعمل نجربها، عشان كده اسمها خلطه تجريبيه. بتتعمل كل قد ايه بقى؟ تعمل مع اول شغل، تعمل مره واحده، تمام؟ طيب ده الحد الادنى بتاعها. انما ممكن بقى لو حصل يعني لا قدر الله تغير في النتائج وقت الشغل ده، نروح نعمل خلطه تجريبيه ثاني، يعني ايه؟ نكررها ثاني يعني ده الحد الادنى، تمام؟ اختبار الهبوط مثلا، تمام؟ بيتعمل طبقا للمواصفه القياسيه المصريه رقم 1658 لسنه 89، تمام؟ طب امتى اتعمل؟ امتى؟ عند اخذ عينات المقاومه، يعني كل ما اجي اخذ عينات اعمل بها مكعبات اروح اعمل ايه؟ وكل عربيه خلط جايه للموقع اروح اعمل ايه؟ اختبار الهبوط. طب اختبار الهبوط ده يطلع كام؟ في المواصفه مثلا او في اشتراطات المشروع ان عاوزين الخرسانه دي لدنه، يبقى الهبوط بتاعها مثلا 10 سم. طب انا عملته طلع 9 سم، ده مقبول، لان بيبقى فيه تولرانس، يعني بيبقى فيه ايه؟ مدى للقبول والرفض، يعني ما هوش رقم سليم كده وخلاص يعني. حتى مقاومه الضغط بقى لها رينج، يعني ايه؟ لا تقل عن كده، انها ممكن تزيد شويه، تمام؟ هنلاقي بقى نفس الموضوع بقى الايه؟ الهواء المحبوس وكثافه الخرسانه ودرجه الحراره واختبارات خاصه اخرى، يعني ايه؟ زي ما قلت لكم قبل كده يعني. اللي انا عاوز برضو قبل ما ننطلق للجزئيه الثانيه من الاختبارات الخاصه المهمه جدا بالنسبه لنا في مجال الخرسانه واللي هي مش منتشره قوي، اختبارات خاصه على السن. اختبارات خاصه على ايه؟ على السن. احنا عارفين السن اللي هو بيستخدم كركان كبير في الخرسانه، يعني بيحل مشاكل كبيره جدا لها علاقه بان ايه؟ بان الزلط، كميه الزلط الموجوده ما هيش كافيه، تمام؟ فالسن بيبقى فيه مشكله كبيره جدا ان هو ممكن يكون معظمه كالسايت، يعني معظمه ايه؟ كربونات الكالسيوم، كربونات الكالسيوم، وفي الوقت ده بيبقى غير معمر في الخرسانه، تمام؟ احنا يفضل دايما ان السن ده يبقى معظمه كربونات المغنيسيوم، كربونات المغنيسيوم. طب بنعرف الكلام ده منين؟ ما عندناش في اختبارات الركام ما سمعناش حاجه عن كده غير التحليل الكيميائي بقى. التحليل الكيميائي ده بنروح نعمله بحاجه اسمها اكس ار دي اللي هو اختبار الاشعه السنيه المتفرقه، تمام؟ الاختبار الاشعه السنيه المتفرقه ده بيعرف لنا المكونات بتاع الماتيريال، المكونات بتاع الايه؟ بتاع السن ده، هي مكونات ايه؟ كربونات كالسيوم قد ايه؟ كربونات مغنيسيوم قد ايه؟ العناصر الاخرى الحديد قد ايه؟ والى اخره. وبالتالي احنا نقدر نصنف هذا السن ان ينفع بقى الخرسانه ولا ما ينفعش الخرسانه. معظمه يعني هو دولومايت ولا كالسايت، يعني هو حجر جيري ولا دولومايت، تمام؟ هو في فرق ما بينهم، تمام؟
اللي هو دولومايت ده ينفع الخرسانة، الكالسايت ما ينفعش غير بقى لأعمال رصف الطرق والكلام ده، اللي هو بيبقى هش كده عامل زي التباشير. معاهم كمان اختبار اسمه اختبار البوتوغرافيك، البوتوغرافيك اناليسيز، اختبار بوتوغرافي هو بيحدد نوع البلورات اللي هو مصنوع منها المعدن او الموجود منها المعدن، اللي معمول منها المعدن في الطبيعه يعني، اللي هو طبيعه تكوينه وايه بلوراته نوعها ايه. طبعا هو ليه تكنيك للاختبار يعني، هو اقرب يعني اقرب للجيولوجيا منه لنا احنا يعني، انما احنا بنحتاج الكلام دوت علشان نقدر نتحقق، المهندس يقدر يتحقق من ان السن ده ينفع يبقى بكامل الخرسانه، لان اذا لم يعني اذا تم استخدامه بالغلط هيعمل مشكله كبيره جدا في الخرسانه، وهيخلي الخرسانه غير معمره ومقاومتها للضغط ضعيفه، وهيبقى فيها مشكله كبيره جدا. عشان كده يعني ده من الاختبارات الاضافيه الجديده اللي هي مدرجه لتقييم الايه الركام الكبير اذا كان اصله من الحجر الجير. طيب احنا كده يعني خدنا باك جراوند كبيره عن يعني ايه ضبط الجوده وتاكيد الجوده ودوريه الاختبارات والاخير وضبط الجوده الداخلي والخارجي. هنيجي دلوقتي نتكلم في حاجات محدده بقى اللي هي ضبط الجوده للاعمال، اللي هو عنوان بتاعنا اللي هو ضبط الجوده للاعمال خرسانه احصائيا، ضبط الجوده للخرسانه احصائيا. الموضوع ده سبق ان احنا درسناه في سنه ثانيه مدني، وسبق ان انتم درستوه في الثانويه العامه، بس هو الابلكيشن بتاعه هنا على الخرسانه كمنتج، على الخرسانه كمنتج، تمام؟ فلان ضبط الجوده لاعمال الخرسانه يعني مهم جدا. ل يعني مثلا لما نتكلم على ايه، لما احنا بنيجي ناخد مثلا عينات من الخرسانه، يعني هو الهدف بتاعنا هنا التقييم بقى الاحصائي والعددي والرقمي، نقول الخرسانه ديت مش كويسه وخلاص كده بالكلام، لا ده كويسه ومعاها رقم، تمام؟ هو احنا هدفنا النهارده ان احنا نقول الرقم ده قد ايه ونجيبه ازاي، وبناء على الرقم ده نقول خرسانه جيده ولا نضج يعني ولا مش كويسه. طيب بس هي من البدايه خالص يعني هتلاقي الناس يعني بعض الفئات تقول لك ايه ده ضبط الجوده دوت عبء على الكونستراكشن بروسيس، على عمليه الانشاء نفسها، وبالتالي هو بيكلف كتير. فاحنا نرد عليه على طول نقول لا، ده هناك جدوى لضبط الجوده. يعني ايه جدوى لضبط الجوده؟ لا هناك منفعه كبيره اقتصاديه من وراء ضبط الجوده. يعني ايه منفعه اقتصاديه؟ يعني احنا هي هتتكلف مثلا يعني قرشين، لا المردود اللي من وراها هيبقى 10. طب ازاي؟ على سبيل المثال احنا بنقول نواه الجدوى الاقتصاديه لعمليه ضبط الجوده، لو احنا نفتكر كده ان محتوى الاسمنت في الخلطه لما كنا بنروح نعمل ديزاين ميكس تصميم الخلطه كان بيساوي المقاومه المتوسطه زائد من 50 ل 100 كيلو جرام اسمنت، المقاومه المتوسطه زائد من 50 ل 100 كيلو جرام ايه اسمنت. طيب وايه علاقه الكلام ده بينا؟ احنا كمان المقاومه المتوسطه نفسها اللي احنا كنا بنحسبها كنا بنقول بيساوي المقاومه المميزه زائد هامش امان تصميم الخلطه. طيب يجي هنا مهم جدا برضه ولازم كلنا نعرفه، ان في فرق كبير ما بين المقاومه المتوسطه والمقاومه المميزه. تمام؟ لو انا اراجع معاكم تاني كده بسرعه هنلاقي ان المقاومه المتوسطه لو انا عندي 6 مكعبات مثلا واخدتهم من خلطه، تمام، ورحت اختبرتهم عن 28 يوم مش هيدوا نفس النتيجه، هيدوا النتائج مختلفه. لما اجمع هذه النتائج واقسمهم على 6 يدينا المقاومه المتوسطه، نقول عليه المين سترينث، مين كومبريسيف سترينث اللي هي الاف ام كيلو جرام على سنتيمتر مربع او ميجا باسكال. تمام؟ طيب انما دي لا تمثل المقاومه المميزه، المقاومه المميزه تعريفها ايه؟ هي المقاومه التي يحتمل الا يقل عنها اكثر من 5% من العينات. يعني مسموح بس ان 5% من العينات يكونوا اقل منها. ليه؟ لان المقاومه المتوسطه ديت معناها ان 50% من العينات اقل منها و50 من العينات اعلى منها. يبقى هي كده بنتكلم على ان في 50% محتمل ان هم يقلوا عن المقاومه المتوسطه. وبالتالي كده ما تنفعش تبقى مقاومه مميزه او مقاومه تصميميه. طب هي المقاومه التصميميه ايه بقى؟ ده المقاومه التصميميه بس 5% اقل منها و95% اقل منها. يبقى بالمعلومتين دولت يبقى هنتاكد ان المقاومه المميزه اقل من المقاومه المتوسطه. على طول المقاومه المتوسطه تحتها 50% اقل، انما المقاومه المميزه تحتها 5% اقل. طب ليه بقى ما عملوش المقاومه
المميزه يعني تحتها صفر اللي هي اقل، لان دي معناه ان احنا بنقلل المقاومه المميزه جدا جدا، وبالتالي لما نروح نستخدمها في التصميم نطلع قطاعات كبيره جدا جدا، تمام. انما هي المقاومه المميزه دايما يعني بيحتمل ان 5% من الاعلانات بس يكونوا اقل منها و95% اعلى منها. طيب ال 5% اللي اقل منها دولت بنروح بقى يعني في الديزاين بروسيس في عمليه التصميم بنروح بقى ناخد حاجه اسمها البارشال سيفتي فاكتور للخرسانه، والبارشال سيفتي فاكتور للحديد، والبارشال سيفتي فاكتور او اللي هو معامل التكبير بتاع الاحمال اللي نروح نجيب بيه الالتيميت لود. فبنضرب الاحمال مثلا الميته في 1.4 والاحمال الحيه في 1.6، والبارشال سيفتي فاكتور بالايه؟ بنقسمها على معامل معين 1.1 1.1 الى اخره يعني، او 1.5. وبالتالي احنا بنعوض هنا 5% المحتمله اللي هي اقل من الاف سي يو. احنا مش بنتوهكم، احنا دلوقتي بنفرق ما بين الاف ام والاف سي يو. دلوقتي بنفرق ما بين الاف ام والاف سي يو، تمام. طيب هو احنا عاوزين نقول ايه هنا؟ عاوزين نقول ان الاسمنت محتوى الاسمنت يعني هو بيزيد مع المقاومه المتوسطه، والمقاومه المتوسطه بيزيد مع حجم هامش امان تصميم الخلط. طب الهامش ده بيزيد ازاي؟ الهامش ده بيزيد مع انخفاض مستوى ضبط الجوده. مع انخفاض مستوى ضبط الجوده لو عندنا مثلا مكعبات مختلفه، هنلاقي مثلا مكعب جايب 200 كيلو جرام، مكعب جايب مثلا 300 كيلو جرام، مكعب جايب 400، مكعب جايب 500، فنلاقي ما بين اعلى واحد واقل واحد من 500 ل 200 300 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، مدى كبير جدا. وخلطه ثانيه نلاقي مثلا ده 200 وده 210 وده 220 وده 230، فرق 30 كيلو يعني فرق بسيط. هنلاقي ان هامش الامان هنا يعني ايه؟ هو داله في المدى ده، في الرينج ده، تمام. فبيزيد مع زياده الفرق ما بين القيمه الكبيره والصغيره، وبيقل مع الفرق بينه. وبالتالي هنا لما يجي نضاف للمقاومه المميزه عشان نجيب المقاومه المتوسطه بيكون ليه علاقه بايه؟ بالفرق ده. فنلاقي مثلا ان ايه؟ لما يبقى الفرق ده قليل هنلاقي ان المقاومه المتوسطه قريبه من المقاومه المميزه. لما نيجي نضيف عليها من 50% ادينا محتوى اسمنت منخفض، انما لنفس المقاومه. انما لما يبقى الفرق ده كبير لما نيجي نضيف المقاومه المميزه يدينا مقاومه متوسطه كبيره، نضيف عليها من 50 ل 100 كيلو جرام اسمنت يدينا محتوى اسمنت كبير، وبالتالي يدينا خلطه مكلفه بطريقه كبيره، يدينا خلطه مكلفه ايه؟ بطريقه كبيره. طيب يبقى احنا نلخص الكلام ده نقول ايه؟ ان ارتفاع مستويات ضبط الجوده بيقلل هامش امان تصميم الخلطه، وبالتالي يخفض من محتوى الاسمنت لنفس المقاومه. لما يخفض محتوى الاسمنت، الاسمنت ده هو اكبر ماده مكلفه في تصميم الخلطه. الاسمنت هو اكبر ماده مكلفه في تصميم الخلطه، تمام؟ وبالتالي بالشكل دوت يعمل ايه؟ يدينا خلطه اقل تكلفه، مع ارتفاع ضبط الجوده يدينا خلطه اقل تكلفه. مفيش صوت. الصوت راح يا دكتور. يا جماعة الدكتور هو اللي قافل الصوت.
لا مش نسينا نكمل معايا الفنسين ولا انت ومشيت؟ معاك طيب ماشي ماشي الفنسين. يبقى احنا كده خلصنا على ان ضبط الجودة يعني هي عملية لها جدوى اقتصادية، تمام؟ لها جدوى اقتصادية في توفير التكلفة بسبب توفير المواد، لان ارتفاع الكواليتي بيقلل من استهلاك الاسمنت. طيب هندخل بقى في صميم موضوعنا، ان احنا عندنا ضبط الجودة حسابيا بيتم ايه باساليب معينة. دي برضو خدوا بالكم ده حاجات مهمة جدا وحاجات سابقة ان احنا تعرضنا لها، ان احنا عندنا اساليب لضبط الجودة اللي هي ايه ما يسمى النزعة المركزية، مقاييس النزعة المركزية اللي احنا عندنا منه ثلاث مقاييس. يعني احنا عندنا ضبط الجودة حسابيا، يعني بالارقام لما نيجي نتكلم على ضبط الجودة ما ينفعش نقول ده كويسة وده مش كويسة، لا، انما نقول ايه ده دي كويسة والمقياس بتاعها قد كذا ودي مش كويسة وده المقياس بتاعها قد كذا، تمام؟ فاحنا عندنا ايه اتجاهين، عندنا حاجة اسمها النزعة المركزية، مقاييس النزعة المركزية، وعندنا حاجة اسمها مقاييس التشتت، تمام؟ مقاييس النزعة المركزية بتشمل ثلاث مقاييس اللي هي المتوسط والوسيط والمنوال، المتوسط والوسيط والمنوال، تمام؟ المتوسط تعريفه ببساطة خالص اللي هو الاف ام او المقاومة المتوسطة او المين سترينس، اللي هو عبارة عن ايه؟ متوسط القيم، مجموع القيم على عددهم. متوسط اللي هي مجموع القيم على عددهم اللي هو الافريج، تمام؟ وده تقريبا بياخد كل القيم في الاعتبار، بياخد كل القيم في الاعتبار، وده بسيط وسهل واحنا متعودين عليه، تمام؟ وده احنا نقصد بيه المتوسط الحسابي، المتوسط الايه؟ الحسابي اللي هو السمشن على العدد. المقياس الثاني ما يسمى الوسيط اللي هو الميديان، تمام؟ والميديان ده اللي هو عباره عن ايه؟ هي القيمه الوسطى اللي هي بتقسم العينات ل 50% اب و 50% داون. ودي بتيجي ازاي؟ ان احنا نرتب العينات ترتيب تصاعدي او تنازلي، وبالتالي ناخد القيمه اللي هي في النص اللي ترتيبها في النص. طب لو العدد ده لو فردي مثلا، لو احنا عندنا تسعه، لو العدد دي تسعه هنلاقي مثلا رقم خمسه في ترتيب تصاعدي او تنازلي هي ايه؟ هي الوسيط. انما لو عندنا 10 يبقى دي زوجي، مفيش مش هنلاقي رقم، هنلاقي كام؟ 5 و6، ناخد متوسطهم الحسابي اللي هو ده الوسيط، تمام؟ فالوسيط هنا هي قيمه اللي هي بتقسم العينات لنصين، نص اكبر ونص اقل. المقياس الثالث في المقاييس النازعه المركزيه اللي هي المود او الايه المنوال. المنوال اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هي القيمه الاكثر تكرارا. نقول ان احنا عندنا مثلا ست مكعبات، المكعب الاولاني جاب 250 والثاني 250 وبعدين 230 وبعدين 240 و250 و260. القيمه اللي اتكررت كام؟ اتكررت كتير كام؟ 250. يبقى المنوال هنا هو ال 250 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، تمام؟ المقاييس الثلاثه دول اسمهم مقاييس النزعه المركزيه، تمام؟ وتم تسميتهم بهذا المسمى ليه؟ لان هم بيقيسوا نزعه او اتجاه هذه القيم ان هي تروح ناحيه قيمه في النص، ان هي النزعه المركزيه يعني. طب ليه بقى القيم الثلاثة دول موجودين؟ ده تنوع للقيم الإحصائية، تنوع، يعني أنا أقدر، أنا لي الحق إن أنا أستخدم أي أداة منهم علشان أصف الظاهرة اللي قدامي، يعني هي أدوات هي موجودة للمهندسين يقدروا يستخدموها في الوقت المناسب والطريقة اللي هي إيه المناسبة. إنما النوع الثاني أو الشق الثاني من المقاييس اللي هي بنقول عليها مقاييس التشتت، مقاييس التشتت، تمام؟ مقاييس التشتت دي ثلاثة برضه اللي هي بتشمل ما يسمى المدى اللي هو الرينج، يعني المدى اللي هو الفرق ما بين اكبر قيمه واصغر قيمه. وبالمناسبه هنا في مجال الخرسانه بيكون المدى ده للمتوسط، المدى الى المتوسط المفروض ان هو لا يزيد عن 25% كنسبه مئويه، المدى الرينج على المتوسط لا يزيد عن 25%. والمدى طبعا كلنا عارفينه ان هو ايه؟ القيمه الكبيره خالص، لان القيمه الصغيره على المتوسط في المية المفروض ان هو لا يتعدى 25%. المقياس الثاني اللي هو الانحراف المعياري اللي هو الستاندرد ديفيجن، ودايما بنرمز له بالرمز سيجما، سيجما، تمام؟ والستاندرد ديفيجن ده اللي هو بيساوي السمشن الاف ام ناقص الاف اي الكل سكوير على ان، او ان ناقص واحد حسب عدد العينات. اذا كانت اقل من 20 تبقى على ايه؟ على ان. اذا كانت اكبر من 20 تبقى ان ناقص واحد. ده الانحراف المعياري. المعامل الاختلاف اللي هو الفي اللي هو كوفيشن اوف فاريشن، اللي هو برضه ليه علاقه بمعامل بالانحراف المعياري اللي هو بيساوي السيجما على الاف ام في 100، وهي نسبه مئويه، هو نسبه مئويه، تمام؟ هنشوف الارقام ديت في الجداول التاليه ازاي برضه بعد ما نحسبها نحكم عليها.
هنجد ان احنا عندنا الستاندرد ديفيجن انحراف المعياري تمام هو احد مقاييس التشتت تمام، واللي بنحكم بيه على على ضبط الجوده على طول ان احنا نقول ده ضبط الجوده عندنا درجه من 5، يا اما ممتازه يا اما جيده جدا يا اما جيده يا اما مقبوله يا اما سيئه. فنقدر احنا نحفظها بسهوله، نقدر نحفظها بسهوله كده ان احنا ايه يعني مستوى ضبط الجوده الممتاز اقل من 28، اقل من 28 يبقى ده مستوى ضبط الجوده ممتاز، من 28 ل 35 اقل من 28 يبقى دي ضبط الجوده ممتاز، من 28 ل 35 يبقى دي جيده جدا، من 35 ل 42 بتبقى ايه جيده، من 42 ل 49 بتبقى مقبوله، اعلى من 49 تكون ايه تكون سيئه تمام، تكون ايه ماشي كويس. طيب بالنسبه بقى للايه للمعامل الاختلاف، معامل الاختلاف بقى موجود لسبب ايه، هو ده الطريقه الثالثه لتقييم يعني مستوى ضبط الجوده الخرسانه كارقام كحسابيا يعني تمام. لو احنا قلنا ان الانحراف المعياري السيجما بيعتمد على القيم المفرده للمقاومات تمام، هنلاقي ان معامل الاختلاف ده بيدينا الاختلاف ده هو على شكل نسبه مئويه، وبالتالي يعني بيتلاشى مع مستوى المقاومه. يعني انا وانا بقيم خرسانه رتبتها مثلا او مقاومتها في حدود 25 ميجا باسكال، وخرسانه ثانيه رتبتها مثلا في حدود 70 ميجا باسكال، فلو احنا رحنا قيمناهم بالسيجما هيحصل هنا يعني سوء فهم. ليه؟ لان مستوى المقاومه هنا عالي ومستوى المقاومه منخفض. فالكوفيشن اوف فاريشن هنا هو عباره عن الانحراف المعياري على الاف ام، على المقاومه المتوسطه اللي هي بتاعه الخرسانه، وبالتالي بيدينا الكلام دوت على ايه نسبه. فاحنا هنا نقدر نصنف او مستوى ضبط الجوده الخرسانه لاربع مستويات، ممتازه وجيده ومقبوله وسيئه. الممتازه اقل من 10%، والمقبوله من 10 ل 15، والجيده والجيده من 10 ل 15، والمقبوله من 15 ل 20، واكبر من 20 بتبقى خرسانه ايه سيئه او مستوى ضبط الجوده بتاعها يعني منخفض او سيء. طيب هنرجع تاني كده، احنا كنا اتكلمنا على مقاييس النزعه المركزيه اللي هي تاني اللي هي عباره عن المتوسط والوسيط والمنوال، متوسط والوسيط والمنوال. هل في ريليشن بينهم؟ هما طبعا الحقيقه ان هو للمنحنى الاعتدالي، هنرجع تاني بقى للاحصاء هنلاقي ان المنحنى الاعتدالي بياخد شكل البيل شيب او المنحنى الجرسي دوت اللي هو المنحنى اللي في اعلى اليسار دوت. هنلاقي ان ايه كل المنحنيات اللي قدامنا الثلاثه دولت هي علاقه بيانيه بالتكرار على المحور الرأسي والمحور الأفقي المقاوم. التكرار يعني إيه؟ يعني عدد العينات اللي مقاومتها لها مقاومة محددة. يعني عند مثلا 20 ميجا باسكال نلاقي مثلا في 3 عينات، عند مثلا 22 ميجا باسكال نلاقي 6 عينات، عند 25 ميجا باسكال نلاقي مثلا 20 عينة، عند مثلا 26 نلاقي مثلا إيه 12 عينة، عند كذا. فبيورينا المنحنى ده، بيدينا العلاقة ديت ما بين التكرار على المحور الرأسي والمقاومة على المحور الأفقي. فالمنحنى اذا كان متماثل بهذا الشكل للمنحنى اللي فوق دوت بنقول عليه منحنى متماثل. وفي الوقت دوت المنحنى دوت المنحنى الاعتدالي او منحنى متماثل بيكون المتوسط بيساوي الوسيط بيساوي المنوال، كلهم ذا سيم فاليو يعني نفس القيمه ومتساويين، فبنقول عليه المنحنى ده منحنى اعتدالي، منحنى اعتدالي تمام. الكيسز الاخرى او المنحنيات الاخرى او الحالات الاخرى ما بتبقاش بهذا الشكل، المنحنى يا اما تلاقيه معوج شويه ناحيه اليمين يا اما معوج شويه ناحيه اليسار، يا اما معوج الناحيه شويه يا اما معوج الناحيه شويه، فبنقول عليه في الوقت دوت ده منحنى ملتوي. منحنى ايه؟ ملتوي تمام. معامل الالتواء ده نقدر نحسبه من العلاقه ان معامل الالتواء بيساوي 3 في المتوسط ناقص الوسيط على الانحراف المعياري، 3 في المتوسط ناقص الوسيط على الانحراف المعياري تمام. قد يكون هذا الالتواء موجب وقد يكون سالب تمام، بناء على الاشاره بتاعته. وزي ما احنا شايفين كده من المعادله ديت نجد ان الاشاره تتوقف على ايه؟ على الفرق بين المتوسط والوسيط. المتوسط ناقص الوسيط، اذا كان المتوسط اكبر من الوسيط يبقى الاشاره تبقى موجبه، يبقى ملتوي التواء موجب. والالتواء الموجب هنا معناه ان هو رايح ناحيه القيم الكبيره. يعني رايح ناحيه الاتجاه الموجب لمحور السينات. تمام؟ زي المنحنى اللي فوق المعادله بالظبط كده.
هنلاقي دايما ايه اللي فوق خالص اللي واخد اكبر رقم وده واضحه خالص هي الدين من واق اللي هو القيمه الاعلى تكرارا. تمام، اللي بتقسم المنحنى يعني اللي مساحتين قد بعض اللي هي الايه الوسيط اللي هي المتوسط، المتوسط والوسيط بيجي ما بين الاثنين، يعني دايما الوسيط موجود ما بين المنوال والمتوسط، الوسيط موجود ما بينهم دايما. يعني تعرف اذا كان المتوسط، اذا كان المتوسط اكبر من الوسيط يبقى المنحنى ملتوي التواء موجب، اذا كان المتوسط اصغر من الوسيط يبقى يعني ملتوي التواء سالب. التواء سالب معناه ناحيه القيم الاقل، ناحيه القيم الاقل. طب which is better، ايهما افضل بقى، اللي هو التواء الموجب ولا التواء السالب ولا الشكل الاعتدالي؟ طبعا بديهي قوي ان الشكل الاعتدالي هو الافضل، وهو الذي يدل على الجوده، وهو الذي يدل على الجوده المرتفعه يعني. طيب الشكل اللي قدامنا دوت بيبين تاثير قيم الانحراف المعياري على شكل منحنى التوزيع التكراري. هنا بقى نلاقي ان قيمه سيجما اللي هي الانحراف المعياري نفسها لها تاثير على شكل منحنى التوزيع التكراري او المنحنى اللي هو الجرس او المنحنى النورمال ديستريبيوشن كيرف. فنجد ان حسب قيمه سيجما في المنحنى اللي قدامنا ده نجد ان ايه سيجما 3 اكبر من سيجما 2 اكبر من سيجما 1. ده سيجما 3 اكبر من سيجما 2 اكبر من سيجما 1. حد عاوز يقول حاجه؟ ايوه مع حضرتك. المنحنى اللي قدام حضراتكم ده بيبين لنا تاثير قيمه السيجما على توزيع يعني على شكل المنحنى التوزيع الطبيعي. فنجد ان السيجما لما تصغر نلاقي المنحنى مدبب طالع لفوق قوي وتحت يعني موزع على مساحه قليله. لما السيجما تبدا تزيد يعني يتوزع تحت على مساحه كبيره والا ارتفاعه شويه. تمام، فنلاقي قدامنا ثلاث منحنيات. المنحنى اللي فوق خالص بنقول عليه منحنى مدبب، المنحنى اللي تحت خالص ده بنقول عليه منحنى مفلطح او يعني واسع قوي من تحت يعني موسع. المنحنى اللي في النص ده بنقول عليه منحنى ايه اعتدالي، منحنى ايه معتدل يعني. تمام، طبعا معامل التفلطح الموجود بيساوي مجموع السميشن يعني المقاومه ناقص المقاومه المتوسطه. تمام، الكل اس 4 على الانحراف المعياري اس 4. تمام، اذا كانت القيمه ديت اذا كانت القيمه ديت بتساوي 3 يكون المنحنى ايه معتدل، اذا كانت القيمه ديت اقل من 3 يكون المنحنى ده مفلطح، اذا كانت اكبر من 3 يكون مدبب. تمام، فدي برضو قيمه من القيم او ظاهره من الظواهر اللي بتدينا كيف يؤثر قيمه السيجما على شكل منحنى التوزيع الطبيعي. الجزئيه الاخيره اللي هنتكلم فيها نعم عبت ولا ايه ولا لسه؟ لا انا في سؤال بس في السلايد اللي قبل دي باتنين. ليه؟ السلايد اللي قبل دي باتنين اللي هي كان فيها المنحنى الاعتدالي او السالب للتواء او لحظة كده بس لحظة كده لحظة مع حضرتك. هندسه اتفضل، انت كنت بتقول ايه؟ في السلايد اللي قبل دي باتنين يا دكتور معلش. اللي هي انت بتتكلم على ايه بقى؟ المنحنى الاعتدالي او السالب للتواء او موجب للتواء. تمام، ماله السؤال؟ وحسيت انه المنحنى الافضل الاعتدالي. طب لو في انحراف انه الافضل السالب للتواء ولا موجب للتواء؟ جود 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 كويشن. And you should answer this one. ايه رايك انت؟ يعني لو احنا مثلا عندنا مقاومه ضغط مثلا مطلوبه 25 ميجا باسكال. تمام. انت بتتكلم عن المنحنى ده، المنحنى عدى ولا ايه؟
اللي بعد اللي هي دي فيها ايوه دي دكتور تمام. يعني نقارن بقى ما بين الموجب التواء والسالب التواء. لو احنا بنقارن ما بين الموجب التواء والسالب التواء، انت تحب النتائج تبقى قريبه من 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 المقاومه الضعيفه، يعني تبقى اقل من المقاومه المطلوبه ولا اعلى من المقاومه المطلوبه؟ لا اكيد اعلى، اكيد اعلى. فهمت ده الاجابه بتاعت السؤال ده، بس طبعا هتبقى اعلى بتكلفه اعلى. انما لو انا استشاري خلاص انا هختار ده الاتجاه ده، لو انا مقاول هتلاقي نفسي ان انا خسرت بسبب الموضوع ده. انما الاوبتيمم الاحسن هو الايه؟ الاعتدالي. تمام، يعني ان انا لا اكبر المقاومه قوي فازود التكلفه، ولا اقلل المقاومه قوي فاروح ناحيه الريسك بقى، ان انا ايه، ان انا رحت بقى ناحيه الحاجه الضعيفه اللي هتقلل لي بقى المقاومه، وبالتالي يبقى في مشكله في السلامه الانشائيه نفسها. تمام دكتور. شكرا. ايوه اتفضل. ممكن نخلي ضبط الجوده بعينين دي المره الجايه؟ انت تعبته. ايوه والله يا دكتور. هو انت خدتوا كام محاضره مع الدكتور سعيد؟ محاضرة واحدة بس. محاضرة واحدة، وما خدتوش ليه المحاضرة التانية؟ مش عارف، هو تقريبا ما توصلش معانا، ما احنا فضلنا دخلنا واستنينا على الجروب، ما فيش حد دخل. يعني يوم الاثنين اللي عدى ده دخلتوا على الجروب وما حدش دخل لكم؟ لا ما فيش حد. طب خلاص انا هكتفي معاكم النهارده. يعني حد بس منكم كده بعت لي الرساله كده على الواتس، المندوب بتاعكم بعت لي عشان ابعت لكم الماده العلميه بتاعت المحاضره بتاع النهارده يعني، وانا هسيب الجزء الثاني للمحاضره الجايه. تمام، شكرا لحضرتك. طب يا دكتور استاذنك بس لو تخلي الخلفيه بيضه عشان الطباعه بس. لا يا ريت والله يا دكتور. هديها لكم بيضه. حاضر، هبعتها لكم بيضه. حاضر. شكرا شكرا. بس هو خدوا بالكم الطباعه مش منسين، يعني البرزنتيشن طباعتها مش مهمه، الماده العلميه هي المهمه. تمام هي دي كلها مختصرات زي ما انتم شايفين كده، يعني هي ايه، ما فيهاش جمل مفيده، يعني هي اللي حضرتك ادوات هتديها بتساعدني لنا، انا اتصرف. يعني اللي حضرتك هتديها لنا اللي هي الماده العلميه ذات نفسها. الماده العلميه نفسها اللي هي جايه طالع منها البرزنتيشن، انما تمام البرزنتيشن عاوز حد يمسكها يحفظها، ولما يحفظها ما يعرفش يجاوب. تمام تمام يا فاهمين؟ دكتور. تمام يا دكتور. هبعتها لكم برضه خلفيه ضمنها مفيش مشكله. تمام يا ماشي دكتور. يا باشمهندسين، وهنتواصل لحد فيكم بس المندوب بتاعكم يبعت لي رساله على الواتس عشان ابعت لكم ايه الماده العلميه. تمام يا دكتور. تمام، ماشي يا باشمهندسين. السلام عليكم. شكرا لحضرتك. عليكم السلام. وعليكم